إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذن إخواني اليوم سوف أشارك معكم أهم الأخبار وأهم الإضافات الخاصة بلعبة فورتنايت لأجهزة الأندرويد والآيفون وشرائي أيضا لباتل باس الموسم السادس بعد نزوله وإصداره رسميا إخواني. لكن أولا وقبل كل شيء إخواني صدقوني أني مع هذه الشركة يعني في هذا التحديث والأخبار التي أقوم بسردها لكم، لأن هناك أخبار ممكن أن تكون سيئة جدا بالنسبة لكم وأخبار ممكن أن يكون فيها بصيص من الأمل. ولكن المشكل أنه كما أخبرتكم إخواني صراحة مخي وعقلي صراحة يعني صار به لاج من أجل بسبب هذه الشركة. لماذا يا يعني في الأول كانت تدعم الإصدار خاص بنظام الأندرويد من 5 فما فوق، إلى الغريب في الأمر بعد الدخول إلى الموقع وسوف تشاهدون هذا في الفيديو الحين يقول لك بأنه نظام التشغيل الخاص باللعبة هو 8 فما فوق. بصراحة لم أجد أي تفسير لهذا الموضوع، وأعلم أنه هناك سوف يكون رد فعل رسمي من الشركة طبعا وتوضيح رسمي لسبب يعني هذه العبارة التي قاموا بسردها وطرحها أيضا لما تقوم بتحميل نسخة الأندرويد، وهي حاليا أيضا حتى أنها لازالت في نسخة البيتا. لكن الشيء الجميل والممكن الذي يعني أخبرتكم أنه سوف يكون به بصيص من الأمل هو أنه اللعبة ممكن جدا في التحديث الذي سوف يكون قادم بإذن الله، يعني لا أقصد الموسم السابع طبعا وإنما أقصد التحديث الذي سوف يكون في قادم الأيام، إن لم يكن يعني يوم الخميس المقبل إضافة جديدة تخص جهاز أو أجهزة الأندرويد، فممكن في التحديث القادم أقول ممكن إخواني، ليس هناك أي شيء رسمي، لهذا لا أقوم بنشر الفيديوهات يعني في السابق وفي الأيام الماضية لأني أنتظر حدوث أو يعني توصلي بأي خبر رسمي سوف أقوم بمشاركته طبعا معكم. فممكن جدا إخواني أن يتم طرح النسخة الرسمية لأجهزة الأندرويد، يعني ممكن بنسبة كبيرة جدا، لأنه نسخة البيتا تم طرحها في السيزن الخامس وصراحة بها عدة مشاكل الحين، يعني حتى الجودة لا يمكنك التعديل عليها تأتي معك أوتوماتيكيا. ف يعني أتوقع بنسبة كبيرة جدا أنه في هذه الأيام يعني سوف يكون عد تنازلي من أجل تحميل النسخة. وشاهدوا معي كما أخبرتكم إخواني يعني لست أدري سبب تغيير يعني الوصف الخاص باللعبة يعني الإصدار الموافق للعبة، فكما تشاهدون أندرويد 8 فما فوق يعني وأيضا 64 بيت، هذا لم يتغير عفوا في شيء. ولكن بالنسبة للإصدار لسه أدري لما تم وضع إصدار أوريو، على عكس في السابق كان إصدار 5 فما فوق يعني إصدار لوليبوب. هل يعني سوف يكون يعني التشغيل السلس للعبة هو يعني من إصدار 8 فما فوق وسوف يكون به بعض المشاكل أو التعليق في الإصدار الذي يكون أضعف؟ الله أعلم إخواني صراحة، كما أخبرتكم والله وكأنه يعني صراحة عقلي وحدث به لاج، يعني ليس باللعبة فقط ولا دروني عن العبارة، ولكن صراحة أنا جد منصدم من هذا التغيير وهذا الخبر إخواني. لكن على العموم أتمنى وأتوقع بشكل كبير أنه سوف تطرح النسخة الرسمية في هذه الأيام، لهذا أخبرتكم بأنه سوف تكون بنسبة قريبة جدا. وأيضا بالنسبة لمن يسأل عن الرام الخاص بجهازها 2 جيجا، فأخي إطلاقا لن تشتغل معك اللعبة، يعني في هذا التحديث يعني سأدري لما تم رفع الإصدار، فإن لم يتم رفع الرام أيضا إخواني. المهم إخواني سوف أنتظر التوضيح الذي سوف يكون من الشركة بإذن الله، وسوف أشارك معكم الموضوع مباشرة في فيديو أيضا توضيحي يكون يخص هذه اللعبة بالنسبة لنظام الأندرويد. أما بالنسبة لنظام الآيفون إخواني فكما تشاهدون في الأعلى One Friend Code، حاليا أيضا وجدت هذه العبارة يعني فور تحديثي للعبة أنه يمكنني إرسال كما تشاهدون يعني كود لشخص من أجل اللعب. لكن نفس الشيء الإصدار الخاص بالآي أو إس هو 11 يعني 11 فما فوق، ونفس الأجهزة التي لم تكن تدعمها سلفا ما عدا
الايباد اير على ما اظن، والميني والميني 2 والميني 3 والايباد تاتش على ما اظن، هاتي الاجهزه التي يتم ذكرها. فعلى العموم بنسبه كبيره هل تم قاموا باضافتها، ولكن سوف يحملون اللعبه، ولكن يجب ان يتوفروا على قود من اجل يعني يقوموا بارسال صديق لهم قود او شيء من هذا القبيل من اجل الدخول واللعب في اللعبه. فالله اعلم، لانه لا امتلك هذه الاجهزه ولا لدي اي صديق يمتلك جهاز بهذا الشكل، يعني حتى اقوم بمشاركه هذا القود معه حتى يعني تكون لدي نظره اكثر عن هذا الموضوع. المهم اخواني، لن اطيل عليكم في هذا الفيديو، سوف اترككم الحين مع شرائي للباتل باس الخاص به الموسم السادس، وكان 2800 في بوكس. المهم اخواني، دمتم في رعاية الله وحفظه، سوف نلتقي في شرح وحلقة مقبلة بحول الله في حال توفر اي جديد باذن الله. وهذه هي لحظة شرائي للباتل باس الموسم السادس، ففرجة ممتعة مع بقية هذا الفيديو، والى اللقاء.